كل حاجة. ما بعرف. توحد بالحمد لنفسه والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأستاذة أسماء خضر الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، معالي السيدة مي أبو السمن أمينة سر تجمع لجان المرأة، أصحاب العطوفة والفضيلة السيدات الفاضلات واللائي يشاركننا هذا الحفل الكريم، السادة الكرام، بداية أشكر حضوركم وأتمنى أن يكون هذا اللقاء بداية لنا جميعا للانطلاق نحو غد أفضل يليق بكم وبأبنائكم. أنتم ورثة هذه الأرض، وبكم ومن أجلكم يجب أن يكون الوطن أجمل والحياة فيه أفضل. أيها الحفل الكريم، يعد وضع المرأة ومكانتها في أي مجتمع من المؤشرات المهمة التي تدل على مستوى تطور هذا المجتمع، فالمجتمعات المتحضرة والمتطورة هي التي تفتح المجال أمام المرأة لأخذ دورها الكامل في بناء المجتمع، ولا يمكن لأي مجتمع أن يدعي أنه متقدم أو يسير على طريق التطور عندما يكون نصفه مهمش ومهملا بغض النظر عن أسباب وعوامل هذا التطور. والآن مع كلمة معالي الدكتورة أسماء خضر فتتفضل مشكورة. أسعد الله صباحكم. يسعدني باسمي الأمانة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وباسم الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات النيابية 2010 أن أرحب بكم في هذا اللقاء وأن أعرب عن اعتزازي وسعادتي بأن أكون في ثغر الأردن الباسن في مدينة العقبة. نلتقي هذا الصباح لكي نعرب عن توجهاتنا الداعمة والمساندة لمشاركة المرأة في الانتخابات النيابية التي لم يبقى على الاقتراع لها سوى ساعات معدودة. نلتقي لكي نؤكد بأن الديمقراطية لا تترسخ بدون النساء، وبأن التنمية لا تتحقق بدون النساء، وبأن نساء شقائق الرجال يقفن إلى جانب الرجل لا ينافسه وإنما يعمل معه من أجل وطن
أجمل ومن أجل حياة أفضل لنا دائما وجميعا. نلتقي هذا الصباح لكي نقول بأن المرأة الأردنية حققت وأنجزت أعلى معدلات التعليم في المنطقة العربية على الإطلاق، وبأنها تمكنت بفضل جهودها وبفضل حكمتها ورعايتها الكبيرة للأجيال وقدرتها على تحمل المسؤوليات المتعددة أن تحقق للأردن وبالأردن الكثير الكثير من الإنجازات. هذه المرأة التي استطاعت أن توفق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل وأن تتحمل مشاق الحياة بكل جوانبها وأن تحصد الاعتراف لها بالإنجاز وبالتفوق وبالقدرة على تحمل المسؤوليات هي تستحق منا كل الدعم والمساندة. والأمر لا ينتهي بمقعد النيابي بل يبدأ بذلك، فالحصول على مقاعد نيابية ليس هو الهدف، إنما الهدف ما الذي سنفعله حينما يكون لنا صوت تحت قبة البرلمان. وهذا الصوت الذي نريد له أن يكون صوتاً أميناً على مصالح الناس، ملتزماً بحقوقهم، مدافعاً عن الوطن ضد كل ما يشوب المسيرة من انحرافات أو فساد أو إخلال أو إهدار لسيادة القانون أو افتئات على مصالح المواطنين. المرأة في البرلمان هي صوت الرجل والمرأة معاً، كما هو الرجل في البرلمان صوت المرأة وصوت الرجل. وهي هناك لأننا نريد لها أن تشارك في صياغة المستقبل وفي التشريع والرقابة والمحاسبة. نريد المرأة أن تكون تحت قبة البرلمان لتكون شريكة في تحمل المسؤولية، وليكون البرلمان القادم برلماناً معبراً عن تطلعاتنا وعن آمالنا، وهي كثيرة. بعد أن مررنا بتجارب للحق كانت مثارة تساؤلات حول الممثلين الشعب في البرلمان وإلى أي حد كانوا قادرين على تمثيل المواطنين ومصالح المواطنين ومصالحهم. الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات والذي تشكل منذ 4 تموز الماضي بتعاون بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واللجنة التنسيقية المتكونة من عدد من المنظمات النسائية الرئيسية، وبيننا اليوم ممثلات للهيئات الشريكة وبين عدد من الهيئات والجهات الرسمية كوزارة التنمية السياسية والناطق الإعلامي باسم الانتخابات النيابية. هذا الائتلاف الذي سبق ونظم عدد من الفعاليات في العقبة وفي محافظات المملكة كافة، سواء كان منها المناظرات أو اللقاءات أو الاجتماعات الخاصة بالتعريف بقانون الانتخاب، أو كان منها الدورات التدريبية المتخصصة، أو كان منها عقد اللقاءات والاجتماعات العامة مثل هذا اللقاء. والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات نظم أيضاً حملة إعلامية لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات، وكان عنوان هذه الحملة نحن مع الأردن نحن مع التغيير. التغيير الذي نريده هو التغيير إلى الأفضل، التغيير إلى على الأقل إلى درجات أفضل مما كان عليه الوضع السابق. نريد لبرلماننا القادم أن يكون أميناً على مصالحنا، أميناً على قيم الديمقراطية، وفياً لتطلعاتنا في الإصلاح والتطوير والتحديث، قادراً على حماية وكون الوطن، وقادراً على إحقاق حقوق المواطنين رجالاً ونساء. وبالذات حينما نتحدث عن المرأة في البرلمان نريد لها أن تكون وفية لبنات جنسها وأن تنتصر لقضايا المرأة العادلة والدستورية والتي لا بد لنا من تطويرها ومن دعمها حتى لا يبقى أي شكل من أشكال التمييز أو أشكال العنف ضد المرأة موجوداً في مجتمعنا. نحن مجتمع ووطن له قيادة فتحت الأبواب أمام المرأة، وله قيادة عينت النساء في مواقع عديدة، وهو الآن يتطلع إلى الشعب لينتخب نساء يكن ممثلات له
في البرلمان. وإذا كان هذا التحدي الكبير يطرح علينا هذه المسؤولية، فإنما لابد لنا أن ننهض بهذه المسؤولية كناخبات، أي أن علينا أن نبدي بأصواتنا في الانتخابات النيابية بكل أمانة وإخلاص. والائتلاف الوطني له 5 أهداف. بدأ بالهدف الأول، زيادة عدد النساء المسجلات للانتخابات النيابية. والآن نحن نبحث عن تحقيق 4 أهداف. الهدف الثاني وهو زيادة نسبة النساء المترشحات والناجحات لإشغال مقاعد نيابية. نعم، القانون الجديد ضاعف عدد المقاعد بالنسبة للنساء، وأصبح للمرأة 12 مقعداً بدلاً من 6 مقاعد، ولكن هذا غير كافي. لابد وأن تحصد عدد من النساء مقاعد عن طريق التنافس، لأن هذه المقاعد المخصصة هي الحد الأدنى، وهذا لا يمنع من أن يكون هناك حد أقصى، أي بمعنى أن المرأة تستطيع أن تنافس على كل المقاعد الباقية. نريد أن نرى 15 امرأة على الأقل في البرلمان القادم، ونريد أن نرى عدد أكبر من النساء يتوجهن إلى صناديق الاقتراع، عدد أكبر من النساء يصوتن، ونريد أن نرى عدد أكبر من الأصوات تذهب إلى النساء المرشحات، وبعد ذلك نريد أن نرى تواصلاً أكبر بين النساء في البرلمان وبين الهيئات النسائية وبين القاعدة الشعبية العريضة، لأننا لا نريد أن يتكرر المشهد أن النائب ينسى ناخبيه بعد أن يصبح تحت قبة البرلمان. نريد للنواب رجالاً ونساءً أن يلتزموا بالوعود التي يقطعونها أثناء الحملات الانتخابية، وأن يوفوا بالوعد، وأن يبقوا على تواصل دائم مع القاعدة الانتخابية من أجل أن يكونوا صوتاً أميناً لمواطنيهم تحت قبة البرلمان. وإذا كنا التقينا اليوم لهذه الغايات والأهداف، فإنما نحن نعلم بأن المرأة في كل موقع، سواء كانت مرشحة، ربت بيت، أو كانت عاملة، هي عنصر هام جداً في حياتنا العامة والسياسية، وهي ذات قيمة كبيرة وإسهام كبير لا يمكن لنا أن نكفله في بناء هذا الوطن العزيز علينا وفي تحقيق نهضته وتقدمه. ولذلك فإن المرأة التي تربي الأجيال والتي تستطيع أن تنهض بهذه المسؤولية الأسمى، أي مسؤولية تربية الأجيال، هي قادرة على حمل كل مسؤولية أخرى، لأن أي مسؤولية أخرى هي أقل أهمية وخطورة من تربية الأطفال. وعليه فإننا نرى أن النساء ربات البيوت اللواتي يتمتعن اليوم بالثقافة والمعرفة والخبرة ويتحملن المسؤولية قادرات على أن يواصلن حمل هذه المسؤولية وأن يدعمن النساء. فالمقولة التي كانت سائدة دائماً أن المرأة لا تدعم المرأة، آن الأوان لأن لا تكون المسألة على هذا النحو. علينا أن نثق ببعضنا البعض، وأن نصوت للنساء، وأن نضع الثقة في المرأة لأنها أهل لهذه الثقة. كما أن على شبابنا، وأنا أرى بيننا عدد منهم اليوم، أن يكونوا بالفعل على قناعة بأن المرأة تحت قبة البرلمان إذا كانت كفؤة وإذا تم انتخابها فهي ستكون الأمينة على مصالح الرجل كما على مصالح المرأة، وستكون وفية لإرادة المواطنين رجالاً ونساء، وعليها أن تحمل هذه المسؤولية دون تحيز أو تمييز. وإذا كان الأمر كذلك، فإن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة بسمة بن طلال المعظمة، التي توجهنا دائماً إلى إيلاء النساء في كل المواقف، كل الاهتمام وكل المساندة وكل الدعم وكل الفرص للتعبير عن أنفسهن، ولكي يأخذن مواقعهن في كل المجالات، في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، وفي مجالات الحياة على كل مستوياتها. فالقيادة ليست أن نكون في المواقع صنع القرار العليا، وإنما نكون صاحبات قرار في كل موقع. ولذلك أنتن جميعا هنا قائدات، وأنتن جميعا صاحبات قرار، وأنتن جميعا قادرات على أن تسهمن بفعالية وبتأثير
على مسار الانتخابات النيابية القادمة، ولكن ليس على هذا المسار فقط، وإنما على المسارات كافة وعلى المجالات كافة، وأنتن أهل لهذه المسؤولية. ولذلك كان شعارنا أنت صاحبة قرار، شاركي وانتخبي، ولكن اليوم نقول واصلي عملك وإنجازاتك وطموحاتك الكبيرة وأحلامك، لأن هذا الوطن يحتمل ويستوعب كل أحلامنا وكل أمنياتنا، وبالعمل المشترك الجماعي الذي يعطي لكل ذي حق حقه، والذي يساعد كل صاحب كفاءة في أي مجال من المجالات أن يصل إلى ما يطمح إليه من إنجازات، وأن يعطي أقصى ما يستطيع من عطاء لهذا الوطن ولأسرته ولنفسه، لأننا في نهاية الأمر نمر على هذا العالم مروراً يستوجب أن نترك آثار ويستوجب أن نترك بصمات، حتى لا يقال أن المرور كان عابراً. وقبل أن أختم كلمتي، أتقدم بكل التقدير لمرشحات مدينة العقبة ومحافظات الجنوب، وأقول لهن أن كنا بمجرد التقدم لهذه الانتخابات قد حققت لنا انتصاراً كبيراً، انتصار على النظرة التقليدية للمرأة، وانتصار على الدور التقليدي الذي كان مناطاً بالمرأة، وأثبتت لنا للمرأة للنساء، ولكن للمجتمع أيضاً، أن بيننا الكفاءات التي تستعد وهي على أهبة الاستعداد لكي تلعب دوراً في تحمل المسؤولية. وبذلك نحن في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة نهنئ الجميع سلفاً، ونعتبر أن الناس التي تحصد مقعداً والتي لم تحصد المقعد هي في الحقيقة قدمت إنجازاً تستحق التهنئة عليه. ونتمنى أن نرى نائبة على الأقل من العقبة، ولكن إن شاء الله أكثر من واحدة، وهذا ما نطمح إليه. ونتمنى أن نرى الجميع في صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، لأن هذا الوطن يستحق منا الوفاء، ويستحق منا أن نسهم في صيانته وتحصينه، من أجل أن تكون مؤسساتنا الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب في إطار السلطة التشريعية، كما نحب ونريد، كما تحب قيادتنا وتريد، وكما نطمح ونتمنى، لأننا في هذا البلد العزيز نستحق كل ما هو جيد وكل ما هو خير. وشكرا لكم على حسن الصائب. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني في دانة الأردن، العقبة الجميلة التي نحب، وما هو الأفئدة في الأردن جميعاً، في هذا المساء الطيب أتوجه إلى أخواتي العقباويات والطفيليات اللي جايين معنا يأيدوا هذه النصرة. بقول إنه قبل أي ما تجرى الانتخابات وقبل ما يتحدد موعدها، كانوا كثير من المشككين يقولوا ما في انتخابات، وإنه هذا كلام وما راح يصير انتخابات، لكن إرادة سيدنا الله يطول عمره أصر على أن يكون في مجلس نواب، وأصر على أنه هذا الوطن يظل بلد ديمقراطي، وكانت إرادته بأن نحافظ على المرشح. بتقول لا والله ما بدي أصوت، ليش؟ لأنه النواب شو بدهم يعملونا؟ أنا معكم حقيقة، هذه ممكن تكون بعض الإحباط أصابنا إحنا خواتي، لما بيكون في مجلس نواب قوي بيكون هذا الوطن قوي. إحنا الآن بلدنا بمر بصعوبات اقتصادية، الأزمة العالمية الحمد لله مرت على كل العالم وأصابتنا كما أصابت غيرنا، وعندنا أزمة اقتصادية وظروف سياسية صعبة جدا، قضية فلسطينية أكثر وأهم من يتأثر الأردن، وبالتالي إحنا كمواطنين إذا بتهمنا بلدنا وبهمنا أمن بلدنا ونحمي بلدنا، نعطي الصوت في مجلس النواب القادم، نتوجه لصناديق الاقتراع ونختار الإنسان القوي، الإنسان اللي أجندته أجندة وطن، الإنسان اللي بيهتم بالمصلحة العامة، والإنسان اللي ما بيهتم بأنه يحول مكتبه لتحت قبة البرلمان ويمشي مصالحه. فأخواتي، وبالتالي بتكون
عندنا قرارات أصوب لمصلحة الوطن. إحنا حقيقة المرأة مهمة جدا عندنا تكون في مجلس النواب، لكن أنا بتمنى مش بس المرأة، أنا بتمنى يكون ضميرنا حي ونحارب الفساد بصور أصحاب المال السياسي. إحنا قاعدين بنقول إنه قاعدين أصحاب المال السياسي بيشتغلوا، لكن مين اللي بيشجعهم؟ أنا وإنت. اللي بياخد الفلوس، اللي بيشتري كرامتك وبرهن إرادتك وبيشتري ضميرك، هذا زي ما اشتراك اليوم ببيعك بكرة، وما رح يفكر فيك ولا في مصلحة الوطن. فإحنا أخواتي وإخواني، الفاسد بيفسد، والفاسد هذا جرم، جريمة يحاسب عليها، وليست من أخلاقنا ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا. فإحنا اللي بنشجع الفساد، إحنا المواطنين. لذلك أنا بقول أصحاب الهمة، الشباب والشابات، أصحاب الضمائر الحية، يتوجهوا لصناديق الاقتراع، وهذه المرة خلي المسؤولية على الشعب يختار ممثليه بجدارة وبصدق وبأمانة، وتكون المرأة لها نصيب في هذا المجال. لأنه حقيقة إحنا بنعاني من شيء في مجلس النواب، إحنا الكوتا ما بدنا إياها مشان بعض الأخوات يجوا يتصدروا المجلس، لا، لأنه في بعض القوانين وبعض التشريعات بحاجة إلى أن توضع، وبعض القوانين خواتي بحاجة إلى تعديلات. قانون التقاعد المدني، وهذا أهم شيء أنتوا عم بتطالبوا فيه كستات، إذا ما اخترتوا الرجل القوي والسيد القوية اللي تعدل القوانين اللي بنحس فيها ظلم، إنه ما رح يكون في تعديل. لذا قريب إلى رموح الديمقراطية يكون يعيش هموم الناس ويفكر في العدالة والمساواة لكافة أبناء هذا الشعب. حمى الله الأردن قوي آمن، عصي على الاختراق في عيون وقلوب الحاسدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم. مساء الخير، صباح الخير، مساء الخير للجميع. في الواقع أنا يعني لا أجيد فن الخطابة، فدعوني أتحدث لكم من القلب إلى القلب وبكل بساطة. أنا الآن في أسوأ موقع يمكن أن يعني يوجد فيه رجل يتحدث بعد عملاقتين وقبل عملاقة رابعة. أسوأ ما يمكن أن يتعرض له رجل أن يتحدث مع مجموعة من الفاضلات بعد عملاقتين وقبل زميلة رائعة وعملاقة رابعة. بكل الأحوال دعوني أولا يعني أغير في شكل التحية التقليدية، واسمحوا لي أن أحيي أولا أحبابنا الأطفال المتواجدين في هذا المكان. صباح الخير لكل الأطفال الموجودين، بناتنا وأولادنا. من باب الحديث من القلب إلى القلب، يعني أرغب بتسجيل المفارقة التالية معكم، وأنا أتحدث كإعلامي وكصحفي. في الأردن حالة عجيبة، حالة سياسية نسائية عجيبة. قيادة ودولة وملك يشجع النساء وشعب ضد النساء. أنا يعني لا أرصد مثل هذه الحالة في أي مجتمع آخر في الواقع. المرأة لا تصوت للمرأة. كل الأخوات المرشحات اللي التقينا فيهم كصحفيين وكمدربين خلال الشهرين اللي مروا عبر النشاط المهم للجنة الوطنية لشؤون المرأة، كل الأخوات كل الزميلات كان عندهم إجماع على أن المرأة الأردنية تصوت للرجل، ودعوني أقول للذكر أحيانا. المرأة الأردنية لا تدعم المرأة، لماذا؟ لا أعرف حتى الآن طبعا، لكن أعتقد أن مسألة الانتخابات والترشيح التي تحدثت عنها بالتفصيل معالي السيدة الفاضلة أسماء هي نتيجة لهذا السؤال المركزي. دعونا معا نفكر بهذا السؤال، لماذا
لا تقف المرأة الأردنية مع المرأة الأردنية في الانتخابات أو في غير الانتخابات. ما الذي يمنع ذلك؟ وين العقلية التي يعني تحول دون ذلك؟ هل المسألة مسألة إمكانات؟ نحن جميعا نعرف أن المرأة تستطيع السيطرة في البيت، في العمل، في الكثير من مسارات الحياة. ما الذي يحصل في مجتمعنا؟ ليش المرأة تصويتها ذكوري؟ ليش المرأة ما تدعم صديقتها أو جارتها أو أي امرأة يمكن أن يعني تقدم أداء وطنيا رفيع المستوى؟ وكصحفي وإعلامي أيضا اسمحوا لي أعمل مقاربة صغيرة فكرت بها لأغراض هذا الحديث. في البرلمان مجلس النواب السابق الذي تم حله 75% من النساء اللي في البرلمان السابق حضرنا جميع الجلسات، 62% وهي إحصائية بدراسي يعني أنا أعملها، 62% من النساء حضرنا بنشاط وكان لهم دور كبير في لجان مجلس النواب السابق. في مجلس النواب قبل السابق كان في امرأة واحدة، جميعنا نعرفها، قد يكون لنا ملاحظات على أدائها لكنها ملأت الدنيا ضجيجة، وكانت امرأة يتيمة من حيث جنسها يعني في البرلمان. الرقابة والتشريع والقدرة على الحضور الجلسات والامتناع عن ممارسة كل ألعاب الرجال داخل البرلمان. هل تعلمنا بأن الرجال يمارسون ألعاب داخل البرلمان من بينها الهروب من النساء والتغيب عن الاجتماعات؟ نواب كبار، 11 نائب كبير من جماعة عمان أغلبهم حضروا جلستين خلال سنتين فقط. من الرجال الذين يمطروننا يوميا بالشعارات، لست هنا لأهاجم الرجال بكل الأحوال، لكن أنا هنا لأقول وبكل أمانة ومسؤولية أن المرأة عندما تصل للبرلمان بدعم المرأة تستطيع أن تنجز، تستطيع أن تحدث فارق في الحياة العامة، في الحياة التشريعية، في مسألة الرقابة. المرأة الأردنية في البرلمان تستطيع أن تطور أدواتها الشخصية. أنا شخصيا تعاملت مع زميلات في البرلمان شهر أول برلمان سنة أولى برلمان خلال 5 أشهر كان في أداء رفيع المستوى على مستوى اللجان والثالث على الأقل. تشجع المرأة كما تفعل الدولة الأردنية. لا يوجد قيادة متحمسة أكثر من الشعب في العالم برأيي أنا كما تفعل القيادة الأردنية في موضوع المرأة. يا صبايا يا ستات، في الواقع هاي فرصة نادرة، يعني لماذا لا نستغلها بكفاءة؟ كل المرشحات خصوصا في المحافظات بيشكوا من انحياز المرأة للمرشح الرجل، وأنا مع المرشح الرجل لكني أيضا مع المرشح المرأة، وأتمنى أن تكون جميعا أيضا مع المرشح المرأة. المرأة منتجة في البرلمان، المرأة منجزة في البرلمان، المرأة في البرلمان تقدم أداء رفيع المستوى وأنا أشهد بذلك من على هذه المنصة. فيعني بما أنه هذه المفارقة حاصلة في بلدنا للأسف، خلينا نحاول نتجاوز المعركة، طبعا أنا بعرف صعبة، خلينا نحاول مع بعض يعني في الأيام المقبلة. في عنا يعني مجموعات نشطة جدا تبذل الكثير من الجهد والوقت للمساعدة في هذا الاتجاه، قد نفعلها يوما من الأيام ونثبت بأن المرأة الأردنية تستطيع ولو في بعض اللحظات ولو على مراحل ولو خلال سنوات طويلة أو خلال عقود أن تصوت للمرأة الأردنية. أنا أعتقد معالي الأستاذة الأخوات الفاضلات أن السؤال المركزي يتعلق بهذه المسألة، لماذا لا تقف المرأة الأردنية مع المرشح الأردنية؟ لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، قلت لكم لست خطيبا فهذا حديث سريع في الواقع في مثل هذه المناسبة الطيبة. أنا بشكر هذه النخبة من الأخوات الموجودات، تحية مرة أخرى لأحبابنا الأطفال جميعا، شكرا لكم جميعا. وأختم بعبارة أعجبتني وسمعتها من معالي السيدة ليلى شرف في افتتاح أحد مقرات إحدى المرشحات في عمان. قالت السيدة ليلى شرف:
هذا العالم لو حكمته النساء لأصبح أكثر أمنا وسلاما، وأنا أوافق على ذلك. شكرا. قضية المرأة لا تحل بالتخطيطات الفوقية، وإنما هي ثورة سلوكية تقوم بها المرأة عمليا من حيث التصرف بعفة وصدق ونبل دون خوف من نظرات الآخرين. فالمطلوب الإصرار على مساندتها مع زميلها وأخيها الرجل لخوض هذه المعركة. ومن هذا المنبر نؤكد على انتشار الفكرة الرجعية في عقول أكثر الرجال الشرقيين. فالمطلوب الإصرار على المساواة العملية والتي أولى بديهياتها المساواة لترشيح المرأة في الانتخابات ودعمها للفوز. والآن مع كلمة السيدة حنان كفاوين فلتتفضل. ورا العجبة فيكم اليوم بداية لأنه شعارنا بيحمل التغيير، فأنا أقول قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. ونحن بهذه المرحلة أخوج ما نكون للتغيير، لأن التغيير يبدأ بالنفس، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا حتى نغير الآخرين ونمحو ذلك الإحباط والقنوط الذي أصابنا، وخاصة نحو الانتخابات البرلمانية نظراً للتجارب السابقة التي خضناها. وعلينا أن نتذكر أن الانتخابات جارية وسيكون هناك مجلس نيابي 16، فهو استحقاق دستوري رضينا أم أبينا، وعلينا أن نرضى لأن ذلك يعني نيل لأهم حقوقنا الدستورية أولاً، وتقديماً لواجب علينا نحو الوطن الذي ذات. فلا يعقل مثلاً أن تكون نسبة اقتراع، وهي مفارقة زي المفارقة اللي حكيت، هذا يعني إنه باقي 52% ذهبت للرجال. فلماذا هذه السلبية؟ ولماذا هذا التغييب للمرأة الأردنية التي حصلت على حق الانتخاب منذ ما يزيد عن 36 عاماً، وتناحرت النساء من حولنا حتى وقتنا هذا للحصول على ذلك الحق، وتكون بصمات النساء علامات فارقة في قوانيننا المقبلة؟ فالمشاركة واجب ديني وأخلاقي ووطني تحتمه علينا وطنيتنا للأردن. يا خواتي والله من هذا المنبر إنه إحنا كأردنيات على قد المسؤولية، وبنقدر نكون في مجلس النواب، وممكن نكون في مجلس الوزراء، وقادرات ندير ونحكم، لأن بنحكم من بيوتنا، من ربي أولادنا. وزي ما حكت الأستاذة أسماء، اللي بتربي جيل كامل وأولادنا قاعدين اللي قدرنا نربيهم، معقول لهاي المسؤولية البسيطة في البرلمان ما نقدر عليها؟ أمنياتي بالتوفيق لمرشحات كل المملكة، بالخصوص مرشحات العقبة، وإن شاء الله يكونوا الأربعة يا رب في مجلس النواب. وشكرا جزيلا. شكرا. والآن نترككم مع فريق الدراما بمسرحية على سيرة الانتخابات. Thank you.
القانون يليه بالقانون والمبررات كلها حتى اللي بعناية مركزة راح يتحكم زي ما بدك انت زي ما بدك حاضر 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 بس يا شيخ الله يسامحك مالك الزاكي Yeah.
جماعه يعني. هذا اللي جانا من البحوث الدكتور، بس الحقش عليها الدكتور، حق علينا احنا، احنا اللي قوينا عينها. يا ابني هذا اللي جانا من المساواه بين الرجل والمراه. مساواه ايش يا دكتور؟ المراه مثلها مراه، طلعت نزلت مثلها مراه، تصرف وتنظف وتخلف وبس. هذه حوايج
Thank you.